طحين يعني بلد أمي، طحين أمي مع طحين أعاشي، طحين أعاشي أصفر. نخلط نحط البلدي أكثر من الأسمر. نحط مثلا خمسة ستة بلدي ومنحط ثلاثة أسمر. وبنعجنه بالعجان مع خميرة مع ملح ومي. أنا هذا عجنته بالليل. بدي وقت كثير يعني؟ عجنتهم بالليل بس ما حطيتش خميرة كثير. حطيت لهم بس هدول معلقة. معلقة خميرة. وروشتهم وحطيتهم على السطوح. قمت الصبح ولعت الصاج وبلشت أخبز. شو لقيته خامر متفتح يلا. بس جاهز للخبز. وعملية الترويج من وين تعلمتي؟ عملية الترويج بقطع زقاليط هيك صغيرة 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 صغيرة. ومشادي عم تروج؟ لا مش مشادي والله اللي ساعدني الياس. أنا روجتهم. مشادي هي عم بتسوي معي. شو ايش بقولوا للشغلة اللي عم تعملها مشادي اسا؟ اسا هذا لوح. لا تلويح. لوح أنا وياها سوا. وبنسوي هيك على بنروح نخبزهم هيك نخبزهم بنرقهم بنلوح من بنكبر هيك وسعوا بنلوحهم وبنحطهم على الكارة. ايش هي الكارة؟ هاي الكارة. الكارة هاي الكارة. بنسويهم على الكارة بنوسعهم وبنحطهم على الصاج بنلقحهم على الصاج بس يستوا هيك شايف هيك بنقيمهم بنحطهم لحد تكمل عمليته. تكمل العملية. والواحد بيقدر ياكل صح؟ الواحد بيقدر ياكل منه. ايوه هيك بصير الشغل. نرجع من الرغيف للرغيف بنخلص. كم رغيف تعمله تقريبا؟ عملت انا 100 رغيف سوي. ايوه كم كيلو طحين؟ 100 يعني عملت 8 كيلات. فمن كلاب الطحين بيعملوا 100 كيلو.